مقهى الهموز من أقدم المقاهي في مدينة نابلس، تاريخه حافل بالحفلات الفنية والحياة السياسية التي عاصرت الأرض الفلسطينية. دعونا نتعرف على تاريخه. أنا الحاج موسى خضر من سكان مدينة نابلس، باجي على القهوة هون من 22 سنة يومياً. نلتقي إحنا الأصدقاء آخر النهار يومياً في مقهى الهموز. المقهى أسس في العهد العثماني عام 1892. المقهى هذا إرث تاريخي أورثناه عن والدي وعن جدي، لن نتخلى عن هذا الإرث. المقهى مر بحقبات تاريخية وسياسية، خمس حقبات: الحقبة العثمانية اللي قامت بانتداب العالم العربي مدة 600 عام، ومن ثم العهد البريطاني والعهد الأردني والعهد الإسرائيلي وعهد السلطة الوطنية الفلسطينية. أتت على هذا المقهى شخصيات جدا سياسية وشخصيات فنية، وعلى رأسها أم كلثوم وفريد الأطرش وأسمهان وفيروز ويوسف وهبي وعشرات المغنيين والممثلين. أتى على هذا المكان الراحل ياسر عرفات قبيل الاحتلال الإسرائيلي بسنوات، ومن ثم كان محطة للانطلاق الثوري. إذا رجعنا إلى الوراء 20 أو 25 عام قبيل الاحتلال الإسرائيلي، هذا المكان كان البؤرة للحفاظ واستمرارية إضراب عام 36 بقيادة الحسيني ورفاقه القوميين العرب. في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية التي نحيا اليوم، كان هناك اجتماعات وحلقات تدور لصالح السلطة ولصالح الشعب الوطني الفلسطيني. عينك على العالم.